احكي لي عن التجميعة دي ومين صاحب الفكرة، وبعدين احنا عندنا كده تخيل ان انتوا اتخانقتوا جامد وقطعتوا شعر بعض فعلا؟ ما قالوا لنا كده ممكن يبقى في جروب اعضاء تانية مش لا لا فصلتوا وما بعد 20 سنة اتجمعتوا. احكي لي عن كان عيد ميلاد، كان عيد ميلاد اي ثينك داليدا، مراد غسان داليدا. فكان عندنا هاي يا بنات والله وحشتوني الفور كابس دول، يعني زينة وبيرلا وداليدا وأنا. حلو بعد فترة انتم مكسرين العالم العربي. ده احنا لما كنا بنعمل حفلات في مصر كانت بتبقى بجد جماهير بالالاف. في الساحل كنا عملنا حفله كسرت الدنيا، كان فيها الاف 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 لا وبتعمل والمغرب وكل بس في مصر كان لينا محطه ووقفه جامده جدا. عملوا يعني فيلم يعني كول فيلم اسمه عارفه كانوا بينادولي ايه؟ ايه فشكول إيه؟ عشان في لا مش عارفه من ضمن الاسامي يعني حد كان ناديلي يا فشكول كده، قلت انا تحت ستيج فشكول، هو فين فشكول؟ طلعت انا اللي فشكول. والله ما عندوش نظر. كنتوا مكسرين الدنيا، كنتوا حاله. كان بعد حبه كتير من كانت ابتدت فكره البانز تتعمل، وانتوا كان سبايس جيرلز مكسرين الدنيا. أيوة. بره فجيت الفرقه الفور كاتس تزامنا مع السبايس جيرلز، واربع بنات وبيلبسوا عادي زي بنات الجامعه، فكره الشينيوهات والفساتين احنا كنا بعاد جدا بسطة، عشان كده يمكن البساطه في ان احنا شبه فعلا البنات وجيل الشباب ده اللي عمل يمكن اكتر كل النجاح. وطبعا وحلوين كنتوا حلوين قوي، صغنطتين كنا كمان كنتوا حلوين قوي. واستثمرت بقى في اغاني حلوه موجوده وعملت لها تجديد. صحيح صحيح. كنت في المرحله دي في حياتك بقى ايه يا نيكول؟ يعني كنت شايفه الدنيا عامله ازاي؟ اللي اتعلمتيه من المرحله دي واللي خسرتيه فيها؟ لا انا في الفتره دي كنت بشتغل اصلا في مجال الاعلانات والديفيلي والحاجات كده، وكنت باجي بمصر، كان عندي مصر محطه جامده في الحته دي. بس لا ما كنتش صاحبه قرار زي ما لما اكيد مشيت وبعد كده لا اكيد لا، عشان كده يمكن برضو كنت حابه ان انا كنت شايفه في نفسي بوتنشل او ان انا عندي قدره ان انا اكمل، عايزه اكبر. خلاص احنا عملنا كل حاجه ونجاحات، بس خلاص عايزه نيكول لوحدها بقى تكبر المؤسسه زي ما بيقولوا. واشتغلت على نفسي وكملت. هل صحيح انه يعني خروجك من الفريق فور كاتس كان هو السبب الاساسي انه اتفرقته؟ بصي يعني حتى الباقيين كانوا باستثناء اكيد داليدا، يعني الباقيين كمان كان عندهم اكيد الاحساس ده، فحسيت ان احنا استنفذنا كل ما قدرنا نعمله في الفرقه. زعلوا منك صح؟ لا لا لا، لانه كلهم يعني اولموست خلاص. هلا هم كملوا يعني، غسان كمل جاب بنات تانية، بس أنا كنت شايفة أن البيك أكيد بتاع الفرقة وكلهم هيوافقوني يعني. كان الزمان وياناسيني والأغاني يعني الفترة دي في أول طلوعها والتأسيس بتاعها. كلكم ماميز كل أخبار بقى إيه ومش قادرين نصدق، عارفة الفكرة اللي هو فكرة مبارح كان لا قدامنا ولا ورانا، كنا قاعدين بنات كده بنفكر عايزين نشتري إيه ونلبس، دلوقتي بنفكر عيالنا وأطفالنا وهيروحوا المدرسة. لا إحنا بقينا نتكلم في حاجات تانية، الطيش والشغب خلص من الالفينات ل 2022. عندنا lot of memories وذكريات حلوه مع بعض، واللي كانت تتاخر عليها الطياره، واللي كانت بتنام واللي بنا ملزقه في شعرها، واللي عندنا بجد عندنا lot of memories مع بعض. قوي بلاوي.